لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قررت تعيين محمد رمضان مدير رياضي وليه اختصاصات لمدير الكورة وكمان مشرف على إدارة السكاوتينج وإدارة التعاقدات لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل. أكدت اللجنة كمان على تقديرها الكامل لما بذله الكابتن سامي قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدرب عام للفريق. فريق طلائع الجيش حقق الفوز ودي على فريق الشهداء بنتيجة 4-1 في المباراة اللي جمعت ما بين الفرقتين في معسكر الفريق بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد. فريق سموحة فاز على فريق غزل المحلة بنتيجة 1-0 وده في أولى وديات فريق غزل المحلة للإعداد للموسم الجديد. الثلاثي المصري نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش وأمينة عرفي المصنفة العاشرة وطارق مؤمن المصنف السابع للرجال تأهلوا لدور الـ 16 ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش واللي بتستضيفها الدوحة خلال الفترة ما بين 30 سبتمبر الجاري ل 5 أكتوبر المقبل. وفازت نور الشربيني في الدور التمهيدي على الإنجليزية سارة جون بيري بنتيجة 3-0 وفاز طارق مؤمن على الإنجليزي مروان الشرباجي بنتيجة 3-2 بينما فازت أمينة عرفي على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3-2. المنتخب المصري للكونغ فو حصد 11 ميدالية متنوعة في منافسات بطولة العالم التاسعة للشباب والناشئين واللي أقيمت في سلطنة بروناي في الفترة ما بين 21 ل 30 سبتمبر بمشاركة 80 دولة وتمكن الفراعنة من الحصول على المركز الثالث عالميا وهو إنجاز كبير للاتحاد المصري للكونغ فو. النجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد الأسباني أعلن امبارح اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب فرنسا بشكل نهائي. المهاجم البرازيلي نيمار أعلن عودته إلى التدريبات الجماعية لنادي الهلال السعودي بعد قرابة عام من إصابته في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى في مباراة لمنتخب بلاده. تصدر الدولي المصري عمر مرموش لاعب أنتراخت فرانكفورت التشكيلة المثالي للجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني ووضعت صحيفة كاكر الألمانية مرموش في صدارة التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعب في الأسبوع الخامس من البونزليغا. بكده تكون خلصت نشرتنا الرياضية، نرجع مرة تانية لاستقبال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع شاذلي ودينا. شكرا لك يا بسنت على كل هذه التفاصيل.